الرئيس حسني مبارك احيي الجماهير، اقول حوالي النهارده 70,000 موجودين في استاد القاهره. وصفر وعلاء ميهوب، حمد ابو راضي، ربيع ياسين، اسامه عرابي، لحسام حسن، تاني لاسامه، لحسام، انما الثعلب يقطعها وتطلع بره، اثنين لابس الثعلب اوف سايد، اسام حسن وبيلعب كره العرضيه وبيحطها في جول، الثعلب يغلط ويحط الجول الاول، الثعلب يغلط ويحط كرة حسام حسن العرضية على شمال يون، وطاهر أبو زيد لعبها سيارة الحمدي، حمد أبو راضي لطاهر أبو زيد وبيلعبها بالعرض، إنما بيطلع وتلعب تاني طاهر أبو زيد وبيحطها أيمن شوقي، أيمن شوقي يجيب الجول الثاني في الدقيقة قبل الأخيرة من بداية الشوط الأول، أيمن شوقي يا سلام يا سلام يا أيمن، يجيب الجول ال 76 للنادي الأهلي في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، أيمن شوقي. انما الجول ال 76 اهي مرفوعه وايمن شوقي بدماغه زي ما قلت لحضراتكم، الجول الاولاني لما خدها مباشر خرج ايمن شوقي ونزل محمود الخطيب، بيهنيه انور سلامه على ان ايمن جاب الجول الثاني ونزل محمود الخطيب، هيلعب طاهر قدام هو حسام حسن والخطيب هيلعب في خط الوسط، الخطيب وبيلعب كره بالعقل لعلامه يهود، اي كره الخطيب طبعا ليه شعبيه كبيره الناس بتحبه لانه عمل تاريخ الحقيقه الخطيب، ومحمد سعد انما الثعلب بدايته مع الاهلي كان موسم 84 شوبير، انما دلوقتي جول مصر، علامه يهود 14، محمود الخطيب كابتن الاهلي دلوقتي محمود الخطيب بعد ما نزل، يا سلام الكره حلوه لعلاء ولا براسيو، انما يور ياخد، يا سلام يا خطيب لمحه حلوه وقفها وبالمسطره وبالمقاس شيبنج عملها من فوق مجدي ومن فوق طارق العلاء، انما يور ياخد، وهذا الخطيب تاني لمسات حلوه، صحيح الجهد قليل شويه انما يعني الكره الحلوه حلوه، يا سلام كل كره اللي الخطيب بيمضي عليها بيبقى لها شكل، محمود الخطيب وسام عربي، محمود الخطيب بالعقل وسام، وحسام حسن يا سلام يا خطيب، الناس هنا ما تصوروش مشاعر هادمه، محمود الخطيب كل كرة محمود الخطيب عمل شكل كبير للفرق، وطاهر وتتلعب لعلاء ميهوب وسام عربي وطاهر ابو زيد، وبيشوط طاهر ابو زيد كورتين حلوين عاملها واحده لعلاء ميهوب واحده لحسام، خالصين انتهى الوقت الاصلي، انما ساعة لارش لسه ساعتين وساعة الاستاد ما لهمش قيمة، هو محمد لارش هي ساعته اللي بتدي، محمود صالح لشوبير، ال 80,000 اللي موجودين مستنين صفارة النهاية، وادي علاء ميهوب وسام عرابي، علاء ميهوب طاهر ابو زيد محمود الخطيب بيرقص وعلى ما يقوم للخطيب، يا سلام تابلو من تابلوهات الخطيب ولحسام حسن، نصب لنا تابلو من تابلوهات الخطيب، يا سلام يا خطيب، محمود الخطيب مرة ثانية يتسلم الكاس من السيد الرئيس محمد حسني مبارك، أول مرة الخطيب، لأن قبل كده زي ما قلت لكم مصطفى عبده كان الكابتن قبل ما يعتمد